أيضا من المتابعة وقراءة في تطورات العملية العسكرية والتطورات العسكرية. انضم إلينا عبر الإنترنت من إسطنبول العميد أحمد رحال الخبير العسكري. العميد أحمد رحال، سام 18 هو أبرز ما يتم الحديث عنه الآن بعد إعلان القسام دخول هذا الصاروخ أو هذه المنظومة لاستعمالها بالفعل أمس أو فجر اليوم في استهدافها لطائرات أو مسيرات الاحتلال. اقرأ لنا هذا المشهد واخبرنا عن كيف يمكن لهذا السلاح أن يغير أو يحدد من شكل المعركة في المرحلة القادمة. تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهدي الجزيرة مباشر. يعني من بداية العملية منذ 7 أكتوبر ونحن أمام مفاجآت متتالية فاجأتنا بها فصائل غزة، كان بحجم الصمود أو بحجم التخطيط والتنظيم أو بنوعية السلاح المستخدم، إن كان مضاد للدروع أو مضاد للأشخاص أو بالألغام أو بالأنفاق، واليوم بوسائط الدفاع الجوي. عملية تحييد الطيران يعني تحييد القوة الضاربة التي يمتاز بها جيش الاحتلال على عناصر غزة، إضافة إلى المدفعية والدبابات والصواريخ الثقيلة. واليوم اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية والصحافة الأمريكية باستخدام أعتى وأقوى القنابل التي رميت على خان يونس وعلى المدنيين في قطاع غزة. لكن امتلاك وسائط الدفاع الجوي يعني تحييد سلاح الطيران جزئيا وليس بالكامل بالتأكيد، لأن هناك قدرات للتشويش وقدرات للحرب الإلكترونية يمتلكها جيش الاحتلال، لكن على الأقل بات الطيران مهدد وبات الطيران لديه مشكلة، وباتت الحوامات التي تقوم بعملية الإخلاء وعملية نقل الجرحى وتقديم الدعم اللوجستي في الأوقات المناسبة باتت محرجة، أو دعني أقول أن هناك حركة مقيدة للطيران في سماء غزة. نعم، طيب سيادة العميد أحمد رحال، بالتأكيد أنت تابعت تطورات العملية العسكرية، ما هي النقاط الأخرى التي يمكننا الحديث عنها الآن في هذا التوقيت؟ المقاومة تسدد ضربات موجعة وتنشر كما قال أبو عبيدة قبل قليل بعضها ليس كل ضرباتها للاحتلال، ولكن على الجانب الآخر يظل الاحتلال لديه القوة الجوية التي تسوي المباني وتسوي غزة على الأرض. كيف يمكننا بعد 83 يوم قراءة هذا المشهد وموازنته للأيام المقبلة؟ يعني حقيقة أنا استمعت إلى ما قاله أبو عبيدة واستمعت أيضا إلى ما قاله الناطق العسكري لجيش الاحتلال. واضح لغة الثقة التي يتحدث بها الناطق العسكري لحماس، واضح الدقة وعملية الثقة التي يتحدث بها، وواضح على وجه الناطق العسكري جيش الاحتلال عملية الغضب أو الضغط الذي يعاني منه وهو يعكس الضغط المسلط على جيش الاحتلال. أستطيع أن أقول رغم القدرات العسكرية والإمكانيات التي لا يمكن التشكيك بها لجيش الاحتلال كقوة، يعني في الشرق الأوسط يعد لها إن كان عبر الطيران أو الأسلحة الثقيلة صواريخ ومدفعية ودبابات إلى آخره، لكن على أرض الواقع وجدنا أن الأداء مختلف تماما. دائما ما نقول لا يكفي أن تمتلك السلاح ولا يكفي أن تمتلك التطور والتقنيات الحديثة، يجب أن تمتلك العنصر البشري، العنصر الذي يستخدم هذا السلاح، إرادة القتال وحقية القضية التي تعالجها أو تدافع عنها تفرض وجودها على الأرض. هناك فارق شاسع بين مقاتل يأتي ليدافع عن أهله ويدافع عن أرضه ويدافع عن شعبه ويدافع عن قضيته وهي فلسطين والقدس، وبين جيش احتلال يقاتل ليقتل ليدمر ليرتكب المجازر، وبالتالي هناك فارق شديد. صحيح أن هناك تطور بالأسلحة، لكن الوقائع على الأرض أقرأها بمنظارين. بالمنظار العسكري واضح من أن حركة حماس استطاعت من القيام بعملية امتصاص الهجوم، عملية التثبيت، عملية انتقال واستلام زمام المبادرة وانتقال لعمليات الهجوم، وواضح من أنه في الشق السياسي انتقلت حماس من الضغط والقبول بالشروط إلى فرض الشروط، وسمعنا عن الشروط التي توضع بأنه بدون وقف إطلاق
نار كامل لا يمكن القبول بأي تفاوض. على الأرض هناك فارق كبير، وهنا أدخل في الشق العسكري العميق. يعني هناك فرق بين القتال القريب، القتال بالمجموعات الصغرى، قتال الشوارع، قتال المدن، وهذا القتال الذي أتقنه أو أتقنته عناصر حماس والجهاد الإسلامي وفصائل غزة، وبين قتال الجيوش النظامية بالألوية والفرق والكتائب. لم يستطع حتى الآن جيش الاحتلال من التأقلم مع الأساليب التكتيكية المتغيرة التي فرضت على أرض الواقع. لم يستطع جيش الاحتلال حتى الآن أن يستطيع التأقلم مع مسرح العمل القتالي. لذلك وجدنا من أن الناطق باسم جيش الاحتلال، إضافة أنه خرج علينا برواية طويلة وسمجة ليبرر قتل المحتجزين الإسرائيليين، لكنه أيضا اعترف، وهنا بالتكتيك أيضا اعترف من أنه اضطر لقتل هؤلاء لأنهم وقعوا لأكثر من مرة في عملية استدراج من قبل عناصر حماس. أيضا عندما سئل عن قوة حماس لم يستطع أن ينكر واعترف بقوة حماس وأنه لا يمكن اجتثاثها أو نكران قوتها. أيضا بموضوع الوقت واضح من أن عنصر حماس يدرك أن لديه مهمة سيقوم بها وهي الدفاع، بينما هناك تردد لدى جيش الاحتلال بأن الوقت بعد محدودا ومن أن الضغوط السياسية بخصوص مسألة الوقت. العميد أحمد، رحال بني غانتس وتصريحات القيادات العسكرية الإسرائيلية تتحدث عن الانتقال للمرحلة الثالثة أو التالية ليكون أكثر دقة. كذلك وزير الدفاع الأمريكي في اتصال هاتفي قبل قليل قال إنه إسرائيل تستعد للانتقال للمرحلة التالية. ما هي هذه المرحلة التالية وهو الأساس الذي يبنى عليها في ظل عدم قدرة الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة بتحقيق ما أعلن إنها أهداف المرحلة الأولى والثانية التي خاضها؟ يعني أولا بالتصريحات التي سمعتها من قادة الاحتلال، دعني أقول أن بن غفير هو يعبر عن الوجه الحقيقي لإسرائيل. هذا التطرف وهذا الإجرام وهذا الدعم اللامتناهي لعملية قتل المدنيين والنساء والأطفال، ورفض أي تفاوض، رفض أي، حتى أنه لا يمانع بقتل المحتجزين أو الأسرى الإسرائيليين. لكن بالمطلق دعني أقول المرحلة الأولى كانت في قطاع الشمالي من قطاع غزة ولم تكتمل حتى الآن ولم تحقق أي أهداف، ومعارك الشجاعية ومعارك جباليا وتفاح وكل تلك المناطق ما زالت قائمة، وأساسا حتى غزة ما تزال عصية. المرحلة الثانية كانت بالذهاب إلى خان يونس، زعما من أن الضغط على خان يونس في منتصف القطاع قد يجبر من هم في الشمال على الانسحاب أو الاستسلام. لم تنجح هذه العملية، تم الانتقال إلى محور فيلادلفيا في محاولة للضغط أكثر، أيضا فشلت تلك العملية. اليوم المرحلة الرابعة، أستطيع أن أقول بمنتهى الوضوح وأنا آسف لهذا الكلام، من أن الأهداف الإسرائيلية المعلنة إن كانت اجتثاث حماس أو القضاء على الأنفاق أو تخليص الرهائن أو السيطرة أو كل تلك الأهداف لم تحقق، وبالتالي المرحلة التالية كما اسمها هي مرحلة إمعان في القتل، إمعان في المجازر، إمعان في الجرائم، تدمير ما تبقى من مشافي ومدارس، ما تبقى من مساجد وكنائس. وربما هذه النقطة تحديدا العميد أحمد رحال هي ما سأبدأ بها مع ضيفي الذي ينضم إلينا بعد قليل، ولكن اسمح لي بتوجيه شكري إليك العميد أحمد رحال الخبير العسكري، كنت معنا عبر الإنترنت من اسطنبول، لك جزيل الشكر.